عطاني الفرصة أني نتعرف على ناس جداد ونتعرف على من المهارات ديالي وكذلك نتعرف على ميادين ومعلومات في ميادين مختلفة ما كنتش كنعرفهم من قبل بحال ميدان الاقتصاد ميدان ديال يعني كتدخل فيه المقاولات الاجتماعية والمقاولات بصفة عامة وكذلك الديزاين ثينكين اللي كيهضر على التصميم التفكيري كيفاش أنك تنجح في هذا المشروع كتهضر إشارة كذلك كندخل الميدان ديال الفن اللي تسع على واحد النطاق واسع وعطانا معلومات جديدة النهار اللي عجبني بزاف في المخيم وغادي نحدو هو نهار فاش بدينا بابليك سبيكين مع الفاسيليتيز الذكية اللي كان عجبني بزاف حيت كان فيه مهارات ديال الإلقاء ديال الخطاب كيفية التواصل مع الجمهور كانت واحد الورشة اللي ممتعة للغاية حيت كنا درناها وطبقناها كل واحد ما قام يعني بعرض واحد شي حاجة شي موضوع هدر فيه وقدمو للناس وكنا كندرو ليه التقييم كل واحد مشى كيدير لاكتيفيتي اللي كيلقى راسو وكيرتاح فيها مثلا شي مشى كيدير جراشي كل واحد كنتعاونوا باش نعاونوا الفريق ديالنا من بعد كملنا المسابقه الاولى دزنا المسابقه الثانيه شرينا مثلا واحد الماتيريال باش غنحتاجوه باش غنبنيو واحد المدينه اللي هي هذه وكنا كنتعاونوا او ميم طون حنايا جروب كاملين كل واحد تيدير داكشي اللي كيعجبو وكل واحد تيقترح على الاخر فكره باش في الاخر نوصل لواحد المشروع بحال هكا
لنا زيارة لمجموعة ديال المؤسسات اللي هي مهمة. أولها كانت مؤسسة أميجيست، عرفنا كيفاش تخدموا الأنشطة اللي كيديروا للناس. من بعد مشينا للبرلمان لأول مرة غادي نزوروه، وتلاقينا مع نواب برلمانيين، هضروا لنا على العالم السياسي وعرفونا عليه، وأي حاجة أي أسئلة كان عندنا على الجانب السياسي داروا لنا البارح. من بعد مشينا للإم سايز، اللي إم سايز هي مؤسسة كتعاون الناس اللي عندهم الفكرة المقاولتي، كيفاش يديروا يحولوا الفكرة ديال المقاولة المشروع على أرض الواقع. Thank you.